مساء الخير سيد رافع حلبي، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك في بيتك وفي مطرحك. جميل، اهلا تسلم. وسهلا. من حب نستوضح منك آخر مشاريعك الاجتماعية. الحقيقة في مشروع حلو كثير هيك، انا بيعجبني دائما، بيبسطني كمان كثير اني اشوف ازواج شابة تبني بيوت وتتزوج تتأهل في دارة الكرمل، وكل زوج شاب من هؤلاء الازواج هم بمثابة بيت جديد في دارية الكرمل. والحمد لله كان عندنا مشروع عمل اللي صلنا تقريبا 10 سنوات أو ما يزيد عن 10 سنوات نقوم فيه، اللي دائما يلقى الترحاب ويلقى الاستحسان عند كل الأزواج الشابة. فكل الأزواج الشابة اللي بيتجوزوا في مسار فترة الصيف، فترة الأعراس، بنقدم لهم نحن دائما كلمة حلوة كثير لهم، اللي هي عبارة عن دفتر صغير جدا مع كلمة منمقة بشكل جميل ورائع، مع صورة لمقام سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا أبو إبراهيم عليه السلام، بريشة الفنان فاضل شامي. تقريبا صلى هاي الصورة أكثر من 10 سنوات ل 11 سنة، صلى هاي الصورة موجودة وبتتكرر دائما على كل مشروع عمل بنقوم فيه من أجل المجتمع، لأنه بهمنا هاي الساحة وبهمنا هذا المبنى، وهذا منطلق إيماننا ومحبتنا للمكان وللقصة وللنبي طبعا عليه الصلاة والسلام. فنحن نحبذ أن تكون هذه الصورة مرافقة لنا وهذه الرسمة في كل مشاريع عملنا. وطبعا نقدم له كتاب المرة، طبعا حطينا كتاب خي معين حطوم، همس الحكمة، الشاعر الكبير الفيلسوف معين حطوم، مع كلمة مقدمة بشكل جيد تشجيعية جدا لإقامة وتأسيس هذه الأسرة في دارة الكرمل. وأقول للإخوة والأخوات الأزواج الشابة، هنأكم الله العلي القدير بكل خطواتكم وسددها بالخير والبركة والاحترام والتقدير، وأنجح كل فعالياتكم وأعمالكم ومشاريعكم، وبعونه تعالى سيكون هذا البيت بيتا عامرا في دارة الكرمل. طبيعي دفعنا أمور كثيرة للقيام بمثل هذه المشاريع. أحد الأسباب اللي دائما أسمع من أولئك الشباب بعد العرس، تزوجوا بعد الزواج، يعني بس الأسرة المقربة جدا، أب وأم ودار عم ومرت عم، هذول اللي بيعرفوا اخوه واهل، هذول اللي بيعرفوا وينهم، وين موجودين هذول الشباب. في حدا ثاني في البلد؟ ولا واحد. لا، في علاقه معينه مع صديق، مع عيله معينه، في علاقه، فيش علاقه معناته كانه انقطعت العلاقه والاتصال معهم انقطع في معظم الحالات. فلذلك هذا البرنامج الذي نقوم به تقريبا سنويا يجدد هذه العلاقه، يشجع هذا الشاب ويشجع هذه الصبيه اللي تجوزت. وطبعا على الطريق دائما في بيكون صار ينتظرون اطفال، الاطفال، ولاده الاطفال، وهذا التجدد الطبيعي الاجتماعي للمجتمع وللحياه هو من اجمل ما يكون. ونحن نريد دائما تشجيع كل خطوه مباركه مثل هذه الخطوات في المجتمع، لان هي بالاخر تعود بالفائده على المجتمع. ونحن بحاجه ماسه طبعا لبناء البيوت في دارة الكرمل بلد النور كما اسميناها، وبحاجه لهذول الشباب، لانه هن على عاتقهم ملقاه كل المسؤوليات وكل الامور الطيبه في المجتمعات كلياتها. بتلاقي الشباب هن راس الحربه، او هم اللي بيقوموا في كل الفعاليات الاجتماعيه الثقافيه التربويه في المجتمع. ما بيستنوا تقوم مؤسسة معينة تعمل شيء، أو أي جهة أخرى تقوم بعمل معين كمجلس محلي وإلى آخره، ولكن بتلاقي مجموعة شباب بيقوموا بنظفوا حارة، مجموعة شباب بيقوموا في عمل تطوعي من أجل خدمة البلد. مجتمع عامر بأسره ما بنلاقيش هاي روح التطوع وروح العطاء وروح اللي هي أولها محبة وآخرها محبة في المجتمع. وللأسفني جدا انه الغرباء يدخلون لدائره الكرمل متى يشاءون ويخرجون منها، فيش واحد بيسالهم شو عم بيعملوا، شو عم بيسووا، اي ساعه في على مدار 24 ساعه.
عمك رافع خيو توفيق بنام الساعة 2 في الليل، وآخر قبل ما أروح نام دائما في عندي برمي على سيدي إبراهيم، يمكن على الصوانية مرات، وأحيانا كمان على حارات ثانية، وبعدين بنيجي على البيت أنا نخلد للنوم. وأرى في كل الحارات سيارات تتحرك، ومنها سيارات لغرباء وناس لم أراهم أبدا ولا تمتهم أي صلة لذلك الكرمال للأسف الشديد. ولكن في أي صفة أنت تيجي بتسألني مين أنا أو شو عم بعمل هون، شو الصيغة، شو الصفة اللي لإلك؟ وهذا للأسف الشديد خطر محدق جدا في شبابنا وفي بناتنا وفي كل في حتى في حياتنا مسار حياتنا اللي في دائرة الكرمل، لأنه هذول الناس هم ممكن يكونوا ناس مش دائما موضع الشك موجود فيهم، لأنه الساعة متأخرة في الليل، غرباء وبيبرموا في السيارة أو بيعملوا بدنيا أو بخططوا لسرقة أو لأي شيء آخر، وفي نهاية الطريق هذول الجماعة فيش حدا بيسألهم لو ما رايحين ولا وين جايين للأسف الشديد. فقامت مجموعة شبابية المتطوعة اللي تقوم في دورات أو جولات في داخل الدالي في الليل، أو تقوم في جولات خصيصا من شان مراقبة هاي الشوارع، مراقبة هاي الحارات، ومراقبة هذول الأشخاص الغرباء، هي فرض مفروض علينا نحن كمواطنين. وأنا بدعي كل شاب بده يتطوع لهذا الغرض يتفضل ويتطوع معنا، ونحن رايحين نقيم مجموعة شباب اللي تقوم في هاي المهمة في خلال ساعات الليل. وطبعا يستحقون هذول الشباب التقدير والتقدير والاحترام، لانهم اذا بدهم يتطوعوا معناته نحن كمان بنقدرهم ونحترمهم ونحبهم ونعملهم بيخدموا بلدهم بشكل غير معلن او بشكل معلن، ولكن هذا هي خدمه لكل مواطن في دوله الكرمل، لكل الاب ولكل الام ولكل بيت ولكل صبيه في دوله الكرمل وشاب. ونتامل السعاده لكل هذول الاخوان اللي تاهلوا وتزوجوا في الصيف الماضي، ونتأمل إنه حياتهم ما تكون ولا مرة صيفية، إنما هي تكون دائما كربيع مفعم بالورود والأزهار والحيوية والنشاط، من أجل إنه يبنوا أسرة كريمة محترمة اللي نحن بنعتز ونفتخر فيها. وطبيعي أنا على أشياء اثنين لا يمكن إني أتنازل أبدا، عن حرية الفرد ودوره في المجتمع وعن الديمقراطية. ديمقراطية الإنسان يجب أن تتبلور بشكل سليم وصحيح كي يقوم بعمله تجاه وخدمته تجاه مجتمعه، وحريته طبعا اللي هي السماء هي الحدود، إذا كانت السماء حدود طبعا في أفكاره في عقليته في تفكيره في ثقافته في عمله في تطوعه في عطائه. فنحن أنا كرافع حلبي بطلب من كل أخ وأخت في دائرة الكرمل بلد النور طبعا، بيقدروا يتطوعوا، بيقدروا يتبرعوا، بيقدروا يقوموا في دور معين في المجتمع، يقوموا فيه ما يخافوش ولا من حدا، ما بيشيل الرصد اللي ركبه. العمل الاجتماعي الإنساني هو درجة أولى، وعمل الخير بدوش مشورة. كل شخص بيقدر يقوم في عمل خير يتفضل، الساحة مفتوحة أمامه، يعمل كل شيء لمصلحة المجتمع، لمصلحة تبع دارة الكرمل. بفيش ولا أي إنسان بيقدر يقول له ما يقومش في هذا الدور. وشكر جزيل طبعا لموقع بلدنا اللي اتاح امامي هاي الفرصه اللي انا اقدر اشرح عن المواقف هاي وعن الموضوع هذا بالذات. وبنتامل للمستقبل كمان كل الخير، وشكر جزيل لحضرتك استاذ توفيق اللي جيت على بيتك ومطرحك، وبنتامل الخير للكل. شكرا.